عسلامة وفابو سعدة على باز انجينير إلكتريك عملت بعد باك دوزون سيكل بريباراتوار وبعد عملت تروازون فورماسيون دانجينير توا نخدم في دومين تاع ديفلوبمون بون أنا في الأخرية ما كنتش صحاب برشا مع الانفورماتيك بروغراماسيون ما كنتش نفهمها جملة دوكو في بعد حتى بعد الكونكور بعد ما خدت الكونكور بريباراتوار في الاورينتاسيون ما نتفكر روحي ميم با خممت فيها باش نعمل انفورماتيك خاطر ما كنتش نشوف روحي اصلا اني باش نخدم ولا اني باش نكون في دومين اللي هي الانفورماتيك دوكو بعد الحقيقه بعد ما تخرجت وبديت ندخل في المارشي دومبلوا ما حسيتش روحي برشا بار اكسبيريونس يعني ما حسيتش روحي برشا في الدومين نتاع الالكتريك وشفت انه دومين نتاع ديفلوبمون دومين ياسر مطلوب دونك قلت pourquoi pas اني ندخل ونكتشف الدومين هذا الحقيقه بديت في الاول نتعلم وحدي ديتوتو على اليوتيوب نفركس على جوجل وحدي نشوف ديكور اون ليني لين جت الحقيقه بعد لوبورتونيتي نتاع فورماسيون في جو ماي كود اللي من وقتها بديت نخمم سيريوزمون في ان ريكونفيرسيون بروفيسيونيل كانت اكسبيريونس باهيه على الاخر امبيونس طياله على الاخر ديجا اول ما تدخل تحس روحك دونز اوبن سبيس كلهم يخدموا بعضهم نتعاونوا مع بعضنا ديجا في جو ماي كود فما بليزيغ سيزيون يبدو او ميم طون دونك تحس الناس الكل في نفس الاسباس والناس الكل مع بعضنا اول ما تدخل تحس روحك دونز كادر بروفيسيونيل اون ديغي دونز ان بواط دو ديفلوبمون خرجنا من التيب ستاندارد تاع الفورماسيون انه فما بروف وكلاس وكل تحس روحك اليز اللي فات ان اللي هي ان بلاتفورم اون ليني انك تقرا عليها وتقرا وقت ما تحب دونك حاجه باهيه على الاخر اي سورتو انه البروغرام كان بيان ديتايي وبيان ستركتوري حتى اي واحد دي ديبيتون ينجم يدخل فاسيلمون للدومين هذا الحقيقة ما قعدتش برشا بعد فورماسيون وقت عملنا ديمو دي فوندغيدي نتفكر من بعد ديريكتومون حليت بلاتفورم تاع تاني جوب مشيت بوستيليت فور بليزيغ اوفر الحقيقة بعد اول اوفر كلمني واول اونتروتيان دخلت في الخدمة ديجا اليز على الاخر خاطر في الاول يعطوك بريود تاع فورماسيون باش تحضر بها الخدمة مش ديريكتومون باش تدخل تخدم دونك فما بريود صغيرة تاع فورماسيون وبعد تدخل معاهم تبروغرامي معاهم في البروجي اللي يخدموا عليه نقول للي دبلومي سيرتو انه مهما كان الدومين نتاعك توا ومهما كان الدبلوم اللي انت خذيته راهو حتى شيء ما يمنعك انك كنت تحب كنت باسيوني بحكايه كمل فيها وحتى شيء ما يمنعك الدبلوم ماهوش باش يمنعك انك باش تكمل في الحكايه هيك فوق الدومين تاع ديفلوبمون راهو مطلوب على الاخر كي سوا لهنا ولا في البرا دونك فازي تونتي فو سونس اي سورتو انه كدومين هو افاقه برشا تنجم تخدم فيه سوا في سوسيتي ولا تعمل انت دي بروجي وحدك ولا تخدم ان تونك فريلانسر ولا حتى مش خدمه توا الناس كلها اون نافيغ سوغ انترنيت وكنا نحلوا دي سيت ويب ونشوفوا دي ابليكاسيون ويب دونك بوركوا با يعني حتى ليك انت باهي كي تتعلم انه الابليكاسيون هيك كيفاش تعملت والسيت هكا كيفاش تخدم بون انا باش نكمل الحقيقه في الدومين تاع ديفلوبمون دونك يمكن نكمل نخدم توا من بعد مش عارفه اكزاكتومون مي اكيد فما بروجي وحدي اما في الدومين تاع ديفلوبمون دي خرجنا من الاكتريكسي ميرسي